أنا أمين، نبقى بالرياضة. نبقى بالرياضة، مش تاخونا إلى مصر؟ إلى مصر وتحديدا إلى منيا، هناك لنتعرف على عبد المهيمن شحاتة. عبد المهيمن خلق لنفسه حياة مميزة ولكن بعد التقاعد، نتابع. الرياضة بالنسبة لي نعمة كبيرة من ربنا، زي الشمس اللي طالعة دي. أنا شايفك وأنت شايفني من خلالها في الرياضة كده. وبعدين الحمد لله أنا لما بيبقى في بطولة أو إيفنت أو ورك شوب وألتقي بشباب، بسم الله ما شاء الله، من دور أولادي أو من دور أحفادي في القاهرة، في اسكندرية، في بورسعيد، في أي بلد بروحها، بشعر إن أنا من سنهم. وبعدين لما بتلعب الرياضة تبدأ وتسخن بعد حوالي ربع ساعة كده أو تلت ساعة بالظبط، 19 دقيقة، بيفرز هرمون الدوبامين. هذا الهرمون يطلق عليه اسم هرمون السعادة. مهما كان عندك مشاكل، لما بتخش في المود بتاع الرياضة بعد تلت ساعة بتجد نفسك كده منشرح وسعيد. بعد ما بتخلص تمرينك بتروح بتقابل الحياة بصورة تانية غير اللي انت بديت بيها. أنا حصل على بكالوريوس زراعة، لسانس حقوق جامعة القاهرة في أربن سويف، دبلومة مخطوطات من جامعة المنيا، دبلومين خط عرب. الحمد لله ثلاث بطولات عرب، قوة بدنية وزراعة حديدية وبطولة أفريقية. بعد كده لعبت رياضة ستريت ورك أوت. الحمد لله لعبت أربع بطولات جمهورية من ساعة ما بدأوا من 2015 ل 2018، ولعبت بطولتين عالم 2016 و 2018 كانت في الهرم وأبو الهول. أنا بلعب رياضة من مثلا من خمس ست سنين، يعني من وأنا عندي خمس ست سنين، ولعبت على مدار حياتي حوالي 10 رياضات ما بين ملاكمة ومصارعة ورفع أثقال وقوة بدنية وزراعة حديدية وباركور وستريت ورك أوت.